حيوان الأطوم أو الدبور. هذه ليست الأسماء التي يعرف بها فقط، ولكن هناك أسماء أخرى. سيتم عرض هذه الأسماء، ومن ثم نستعرض لكم أهم المعلومات عن هذا الحيوان. يعرف في شواطئ البحر الأحمر في مصر بعروس البحر، يتغذى فقط على الأعشاب في قاع المياه الضحلة، ولذلك يطلق عليه اسم بقرة البحر. وفي الخليج العربي باسم الأطوم، وهي نوع من الثدييات البحرية، لكنها ليست كبيرة بل تتميز بحجم متوسط، كما أنها تمثل فصيلة حيوانية مع نوعين فقط، وهما الفقمة أو كلب البحر، وتسمى تلك الفصيلة باسم الخيلانيا. إلا أن هذا الحيوان العملاق ما يميزه بحق هو عدم قرابته لهذه الثدييات وغيرها من الكائنات، ولكنه أقرب للأفيال. ويرى العلماء والباحثون أن تلك الحيوانات المائية أو الدبون أشبه الأفيال إلى حد كبير، حيث يشتركان في أن كل منهما يتبع الفصائل أحادية العرق، بالإضافة للكثير من المتشابهات مع بعضهما البعض في السلوك والنظام الغذائي، حيث يمتلك حيوان الدبون المائية ما يشبه الخرطوم مثل الفيلة، ويمتلك فم كبير نسبيا يظهر منه نهبان طويلان. ويعتقد العلماء والباحثون في عالم البحار أنه خلال العصر الإيوسيني كان يوجد علاقة قوية تربط بين حيوان الدبون والأفيال. في يومنا هذا يمكنك أن ترى الدبون قابع في أكثر من 40 دولة حول العالم، أغلب تلك البلاد تتركز في المحيط الهندي حول شبه الجزيرة الهندية والفلبين وإندونيسيا. ولكن الأهم هو وجوده الذي حقق شهرة واسعة في مياه البحر الأحمر في مصر وسواحل بلاد شرق أفريقيا، ومياه غرب المحيط الهادي حول أستراليا واليابان ونيوزيلندا. وفي أغلب الأوقات يرصد الدبون قابعا بالقرب من السواحل، حيث يعتمد اعتمادا كاملا وأساسيا على أنواع ومجموعات الأعشاب المرجانية من أجل البقاء على قيد الحياة، وبالتالي يتغذى فقط في الموائل الساحلية التي تجدها عند مروج الأعشاب البحرية. إليك 12 معلومة عن هذا الحيوان. 1- حيوان ثدي بحري كبير، يتراوح طوله بين 2.5 متر إلى 3 أمتار. 2- يحتوي عموده الفقري بين 57 إلى 6 فقرة. 3- يبلغ وزن عروس البحر 430 كيلو جرام، وقد يصل إلى 900 كيلو جرام. 4- له ذراعان في شكل زعنفتين مستديرتين. 5- يستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين لتمزيق الحشائش البحرية. 6- يحمل الفك العلوي بفم ذكر الدبون قاطعتين طويلتين كأنياب الفيل، يصل طول الواحدة منهما إلى 20 سنتيمتر. 7- أضراسه القوية والدهسة الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام. 8- لديه رئتان وكليتان طويلتان جدا، تمتد الأولى من الصدر حتى الكليتان، وذلك للتعامل مع بيئة المياه المالحة. 9- لا يستطيع الدبون بالبقاء في قاع البحر سوى 6 دقائق فقط، فيضطر قبل انتهاء تلك الفترة للصعود إلى سطح البحر لالتقاط أنفاسه. 10- مدة حمل أنثى الدبون تستمر من 13 إلى 14 شهرا، وتضع الأنثى عادة مولود واحد في الماء. 11- يبلغ الدبون في سن 8 سنوات، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 18 سنة، وقد تنجب الأنثى أول مولود لها في عمر 10 سنوات أو 17 عاما. 12- يمثل الدبون أحد أهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسى علم. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.